السلام عليكم ورحمة الله. أجل في الأوان من جديد. راح نتكلموا على مهازل العصابة. مهازل العصابة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي قاعدين يتداولوا في فيديو يكشف مهزلة ما حدث في حتى ملعب في العالم. احنا ديما الجزائر استثناء، القوى الضاربة استثناء. ملعب الرقي اللي استقام ملاير وهو تحفة، وملعب الرقي هذايا يعني حاجة جميلة بزاف بزاف، سان بيجو، والله سان بيجو. للأسف فيها عفسة، خليكم تشوفوها خاوتي. بون تزاير كي العادة، لازم تكون مهزال. لا لازم شوية مهزال، لا لازم شوية مهزال. بار اكزومبل راني قاعد انا هنا يا خاوتي، راني قاعد هنا نشوف تيكي، نشوف نص ماتش اوليك، نص ماتش خاوتي منا ما كاش. يشوف نص ماتش كان حيه، يشوف ما هو غير كيجي. بصح الا كانت ليكيب الاخرى دوميني على الجانب اللي هي، وكان بيناتي وكان ما يشوفوش. شفتوا شي عجيب هذا، شي عجيب. هذا ما يصير غير بالجزائر يا خالتي. كيفاش تايا ستاد خسر عليه دراهم حمراء، وجايب زعما من كل جهة، جايب الألمان والأتراك وكذا كل جنسيات، ما كانش واحد تولى قال حبس ما نديروش هذا ديكرادا. نورمالمون هذيك لابارتي عطوها لصحافة بودورو، مالي قادر ايه، شو صحافة بودورو ماهمش محتاجين باش يشوفوا ولا يكتبوش يقولهم العسكر. بيسكو بينوها مؤخرا في كأس العالم، المنتخب المغربي يغلب لك لا بلجيك، يقول لك بلجيكا خسرت، ما يقولش مع شكون، يغلب يخرج هو الاول، ما يقولش شكون خرج الاول، هذا كاع الفوز تاع المغرب، يربح البرتغال، ما يقولوش يربح الاسبان، ما يقولوش، يقول لك الاسباني خسر، البرتغال خسر، بصح ما عادش كون على بالنا. هذوك على النص، الحط صحاف بودورو في هذاك الستاد يشوفوه على النص، مش محتاجين يشوفوا كلش، انهم يعملوا بالاملاء، يعملوا بالاملاء. وهذه تاع الاملاء هذه ذكرتني وتكلمت عليها، ونهار اللي حب يرد عطيته جبت له كاع الماضي تاعو، ما حيدير على ميمور. هذه حب يديرها مع الصحافه لما كانت صحافه في الجزائر. كان صحافة في المؤتمر الاستثنائي العام سنة 1980 في لاكوبول، مؤتمر تاع لافالان، المؤتمر الاستثنائي. يجي عميمور يقول لك تخرجوا للصحفيين الجزائريين، خرجوا. كيفاش؟ لا قاعد تخرجوا، ما تحضروش الاشغال. كانوا الاجانب الصحافة الاجنبية خرجوا، صح احنا قعدنا. كي خرج ذا باش ما نديروش الهول وكذا وكامل، قال بون درك على خمسه. كان عبد المجيد علاهم الله يرحمه كان هو الناطق الرسمي باسم المؤتمر، يدير ندوه صحفيه ان بوان دو بريس على خمسه. قلنا بون غير يجي نطرحوا له المشكل. الخمسة جاء، طبعا ما حبيتش نروح المشكل قدام الصحافة الأجنبية، هذا احنا مربيين وطنيين، يجي ولاد الحرام يدبروا علينا ويحاولوا يورونا له. كي خرجوا طلبنا من علاهم باش لا، قالوا علاش ما هدرتوش اثناء الاخر؟ قالوا لا ما حبيناش نهدروا قدام الصحافة الأجنبية. نتكلم معاك
شاف دمنا كان محي الدين عميمور، كان مستشار مدير اعلام في الرئاسه، هذا وقت شادي يعني نتكلم. جا هو له ايه دوك نجي معاكم انا واش كاين، قلنا له نهضر مع علام. لا 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 وبدمنا يا صح، قال لك نهضروا. رحنا دخلنا دونج اون سال في قاعه بدنا نهضروا، بدا هو يتفز، قال شوف من وصلت الوقاحة، وقاحة هو ما هو جزائري هذا محمد نعمي مورو، بينتو بالصور بالوثائق، ما اللي حب يحل فمو عطيتو بالوثائق والصور، جيش تلعبها علينا يا ولادي، قلتلو ما عندهم لا عم لا خال لا خالة لا لا عمة، ناريا مقطوعين من الشجرة بلا عروق كيفو كيفهم. قال كيما السيد كي زعما باش ناقش معانا، قلنا له ما كان حتى سلي راح يتخبى علينا، هاد القاعة المؤتمر هذا فيه مناظرين جايين من الفلاجات، جايين من كل انحاء الجزائر، يعرف لا سلي عمار بوزوار غدوا يخرج يجي اي واحد فيهم نحكمو يمد لي واش بغيت، ولكن حنا لازمنا نحضرو نشوفو. توصل به الوقاحة يقول لنا على كل حال ما تكتبوش حتى واش تسناوش نقول لكم انا تكتبوا واش يجيكم عن واجهة طريق وكالة الانباء. ايوا صار نكتبوا تحت الاملاء، هذا الفكر المصري اللي فيه الانسان، لانه هو مصري، الفكر المصري فيه، مصري من غزة. انا عطيتو كلش باللحم ديالي، زيد يحلف موزي نعاود نجبدهم له بالتصاور بالوثائق بكلش. ايه قال لك انا اللي تكتبوش نقولكم انا ويجيكم عن طريق وكالة الانباء. نتق الله يرحمه خير الدين عمير، قالوا يا سي محي الدين راك صحافي وتعرف الصحافة، حتى وإن يعني نكتبو تحت الإملاء ديالك، مش من بعد كي نزوقوها كي نعاودو من الآخر، نزلنا نكون كنو عشنا الأجواء فوق سوا إمبخيني دلومبيونس، استعمل هاد الكلمة هادي، قالو فوق سوا إمبخيني دلومبيونس. قالو أنا مانيش صحافي أنا طبيب. انت اخيك تلعب معايا انا. نطقت، كان عندي 25 سنه في عمري، كنت رئيس تحرير مجله الجيش، كنت عيد في 79 يعني كان عندي 24 سنه، مش اللي يحوس يفهم وجود اخر حلوف لما كنت انا رئيس تحرير مجله الجيش وين كنت انتوما. نطقت انا قلت ما لا وقتاش نطبقوا شعار الرجل المناسب في المكان المناسب، هذا شعار خرجوه مع الشادلي هو عمرو ما كان في المكان المناسب. قلت وقتاش تبقوا مال شعار الرجل المناسب في المكان المناسب؟ قال لي انت تو با اتر لهنا، تو با اتر ايسي، ما لازمش تكون هنا، انت راك في قاعه المؤتمر، باسكو انا كنت رئيس تحرير دونك نشارك في المؤتمر دوفيس. انا ما روحتش كمؤتمر، رحت كصحفي داير ما لبستش البدله، كنت لابس قمجه كارو دمي موش وبلوتشي دي مخيك هكذا، ما كانش تاع سي جورناليست افون ديت ميليتير. قلتلو انا نهضر معاك اون طونك جورناليست، دار شعل بدا من النهار هيا تفارقنا من غدوة، المهم دخلنا من غدوة دخلنا. هذا باش تذكرت هذاك اللي يقول لك تكتبوا تحت، انا دار الموضوع جاي قال لي انت رفعت معايا صوتك وكذا بدا يتآمر، وقت حالك حكايه مؤامره وتآمر وكذا، انت الاخر تقول لي على التآمر، ما حبيتش نقول انا في هذيك ما كنتش عارف بلي مصري، اصلا كنت نعطيه ونحس. قلت رفعت صوتك معايا، رفعت صوتي معاك، هضرت معاك بلا عقد رفعت صوتي، رفعت صوتي. قال لي لا لو كان ما رفعش صوتي يقولوا بلي اني خفت منك عطر تاع عسكري. قلت له واش معنى ليوتنون؟ انت راك عضو لجنه مركزيه وراك مستشار في الرئاسه، انت
خاف مني عقليه هذه اللي نقول لكم انا عارفه مليح تاع النظام سيبو في العلالي يخاف من سرجان طار اليوتنو يا حي يكشف علينا هذا النظام ومن داخل العسكرة هاي نقول لك سيبو كولونيل جنرال في نوتر كور يلاقي سرجان في جهاز الامن يعود يرتعد منه لانه يخاف بالامن سيبو جنرال نقول لك يخاف من الشوفير تاع جنرال تاع الامن هذا دونك الناس هادو اللي يكتبوا تحت الاوامر مش راح تستنى منهم هانك ما تستنى منهم فهلا مهزلات تاع استاذ برقي باش نرجعوا لها ما يتكلموش عليها لا في التلفزيون الخاص ولا التلفزيون العمومي ولا في الصحافة المكتوبة دونك اعطيهم هما ديرها لهم تريبيون دو بريس وخلي باقي هما يروحوا يشوفوا الناس يتخلص بيه تاع ما دونك شوف اللي يخلص نص بيه نص ديك الله اكبر الله اكبر هشام عباس هشام عباس